بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بحضراتكم جميعا، العالم الجليل الاستاذ الدكتور مصطفى السيد، الاستاذ الدكتور محمد عطله رئيس المؤتمر ورئيس الجمعيه او الرابطه، اذا ما اعرفش الاسم الصح ايه، رابطه ولا جمعيه مسمينها ايه؟ رابطه اسوسيشن. الزميل فاضل الاستاذ الدكتور توفيق، الدكتور ايمن مسلم، جميع اعضاء مجلس اداره هذه الرابطه، اولا بحييكم وارحب بكم في بلدكم. نشكركم على المجهود وعلى التحضير لهذا المؤتمر، لان كنت متابع معاك يمكن من خلال النت والحاجات دي مع الدكتور محمد، عارف ان ده مجهود، وخاصه انك انتم في ولايات مختلفه وفي كندا وخلافه، فانا متاكد ان كان في مجهود كبير تم. ينبغي ان نشكر كل من ساهم فيه من جانبكم وايضا من الجانب المصري، فلكم منا التحيه والشكر. الحقيقه شكر موصول ايضا للسادة الزملاء من رؤساء الجامعات، رؤساء المراكز البحثية، نواب رؤساء الجامعات، رؤساء لجان تخطيط القطاعات التعليمية المختلفة، الزملاء من الحضور، أنا بشكر حضراتكم على الحضور، وبنشكر كمان كل من ساهم ببحث علمي في 85 ورقة بحثية المتقدمة، وأيضا الناس اللي هتعمل محاضرات زي الدكتور مصطفى السيد، لهم منا التحية والتقدير. الحقيقة هذه الرابطة أعتقد أنها سنة بعد سنة بتحقق وجود وبتضع الاسم على الأقل في أذهان العلماء المصريين، سنة بعد سنة بتتعرف الرابطة وبتتعرف الأكتيفيتي بتاعتها، ودايماً بيبقى في جديد. الشكر تحديداً لأن بدأ التفكير في أن يكون الشغل بس مش في جامعة القاهرة ولا في الجامعات المتواجدة في العاصمة، لأن العلماء موجودين في جامعات عددهم قد إيه يا دكتورة؟ 19، منهم شوية في القاهرة وشوية في اسكندرية حواليها، وفي كل المحافظات في جامعات وكلها فيها علماء متميزين. الحقيقة لسه الدكتور مصطفى السيد بيحكي لي عن ان احد الطلبة اللي عندنا هو رقم 2 في المركز، فاحنا لنا يعني بنفتخر بكده وبنقول ان دي حاجة هتوسع السكوب بتاع الكولابريشن مع الجانب المصري الامريكي، فانا بشكركم على ده، والسنة الجاية تبقى جامعة اخرى وهكذا، وانا اعتقد ان لكم كمان زيارة لجامعة طنطا حتى في المرة دي، فاعتقد انكم تغوصوا في اعماق الجامعات الاخرى هتجدوا ما يسركم ان شاء الله باذن الله. الحاجه الثانيه، اعتقد ده توقيت ممتاز من السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم على التطوير فيما يخص العمليات التعليميه ومجريات الامور داخل لجان القطاع، من هنا كان توقيت مناسب جدا، يبقى كان في شغل مشترك في القطاع الطبي والقطاع الهندسي وايضا قطاع التجاره بتستكملوه في هذا اللعب. فده كلام الناس تبقى عارفاه، ان هو الناس بتساعد بعضها وبتتبادل الاراء والخبرات، وده هيبقى مفيد لمصر كلها. الحقيقه يعني طبعا من يتكلم اخيرا فليتكلم قليلا، الناس مش عايزين نسمع الدكتور مصطفى، ولكن الحقيقه في دعوه لمشاركه حضراتكم معانا يوم الاربعاء في جامعه الزقازيق، برضه في محاور في ميديكال سيكتور وفي عند انجينيرنج سيكتور، وبعدين عندنا كمان حاجه مهمه ايجيبتيولوجي، ويمكن الدكتور محمود عمر هيثبت ان اقدم واحده من اقدم ثلاث جامعات في العالم بير باست، وهي جامعه الزقازيق، معلومه جديده مش كده؟ هو الراجل بتاع تاريخ ويثبت هذا الكلام قد والله احنا كنا فاكرين كده، بس هو يثبتها بقى. يعني اعدكم ان احنا يو هاف فيري نايس ريسبشن في الزقازيق، ومش هتندم لو جيت وشاركت معانا في يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. تحياتي لكل الحضور، وانا بشكركم جميعا مره ثانيه، وان شاء الله يبقى مؤتمر ناجح يحقق كل الاهداف اللي احنا بنرجيها منه. شكرا جزيلا، مع السلامه.